السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا راغب آمن من The Professional Security. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعلم كيف نقوم بإعداد صورتنا على التايم لاين بطبيعة الحال من خلال تطبيق شويبس، والذي يمكننا من أن نقوم بتعديل الصورة إلى صورة جميلة جدا تتماشى مع بروفايلتنا الجديدة على تايم لاين. إذن أول شيء نذهب إلى الرابط الذي تشاهده على الشاشة أبس فيسبوك .com/schwips_profile_app. ثم بعد ذلك انقر على او اضغط على الزر انتر. بعد ذلك انقر على allow ثم انتظر قليلا. اختار الصورة التي اريد ان اقوم بتحميلها على بروفايلي. انقر على start اولا، ثم اذهب الى add photo ثم upload photo، ثم اختار الصورة. انا على سبيل المثال اخترت صورة محترفي الحماية. في حالة اذا كانت الصورة صغيرة جدا فيمكنك ان تقوم باعدادها عن طريق النقر او عن طريق سكال كما تشاهد معي على الصورة. كما تلاحظ معي في هذا المربع فهو يعني الصورة الشخصية، والباك جراوند هو صورة التايم لاين. الحقيقة أن البروفايل سيقوم بتقسيم الصورة إلى صورتين، إلى الصورة الشخصية ثم إلى الباك جراوند، حيث هنا يمكنك أن تقوم بعملية أبلود لكل من صورة التايم لاين ثم صورتك الشخصية. بعد الانتهاء من إعداد الصورة بالشكل الذي ترغب فيه يمكنك كذلك أن تختار بين عدة كما تلاحظ معي عدة أشكال وعدة يعني مؤثرات. يمكنك أن تقوم بالنقر على سيف. بعد ذلك ستقوم البرنامج بتحميل الصور أو بتحميل الصور على بروفايلك الشخصي، حيث يجب عليك أن تقوم بإعادة إعدادها على بروفايل تايم لاين. بعد الانتهاء ننقر على سكيب أو بوبليج حسب الاختيار الذي ترغب به. بعد ذلك أذهب إلى Go to album. كما تلاحظ معي كما سبق لي وذكرت، فالصورة انقسمت على قسمين. هذا القسم سيتم تحميله على صورتنا الشخصية، وهذا القسم على صورتنا على البروفايل التايم لاين. كيفية ذلك؟ هذا ما سنشاهده الآن. انقر على صورتي الشخصية ثم انقر على edit profile picture choose from photos، ثم اختار من الألبوم الذي قمت بتحميله، ثم سأنقر على Don't Cropping. ثم انتظر قليلا. كما تلاحظ فقد تم تغيير الصورة. الآن نذهب ونقوم بتغيير الصورة المتواجدة في الباكجراوند. نفس العملية Choose from Photo. أنقر على الألبوم. ثم اختار Save Change. إذن كما تلاحظ معي فقمت بإنشاء صورة بروفايل خاصة بي. طبعاً هل هذا الإطار لا يظهر بالنسبة للمشاهدين فهو يظهر فقط لك طبيعة الحال، وهكذا قمت بإنشاء صورة مميزة للتايم لاين أو على حسابك تايم لاين. شكراكم على المتابعة. يمكنكم دائما متابعة حلقتنا على موقعنا الرسمي www.dhtreepro.com. إلى اللقاء.